السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع الهيلمانث إجز اللي ممكن تكون في الستول، في الفيديو ده هنتعرف على أهم 4 أوفل إجز ممكن نشوفهم في عينات الستول أناليسيس. أول واحدة بتبقى أوفل، حجمها كبير، بتكاتش الأيز، دي إجز أوف شيستوزوما مانسوناي. والإج أوف شيستوزوما مانسوناي هي أشهر الإجز اللي ممكن نشوفها في عينات الستول أناليسيس، مميزة جدا باللاترال سباين اللي بيبقى موجود على جنب، وممكن جواها أشوف ماتيور ميراسيديم. ميراسيديم عنده سيليا ومكتمل النمو. تاني واحدة أوفل كبيرة في الحجم برضو، لونها أصفر، ليها أوبيركيلم أو زي غطا كده من فوق، أحيانا بيكون مفتوح وأحيانا لأ، وهي الفاشيولا سبيشيز إج. دودة الفاشيولا هي الدودة الكبدية واللي تسبب أعراض في الكبد. تالت واحدة هي الأنكلوستوما ديودينال إج. البيضة بتاعت الأنكلوستوما ديودينال حجمها متوسط الحجم، أصغر من بيضة الفاشيولا وبيضة الشيستوزوما مانسوناي، لونها بيبقى ترانسلوسنت، إلا لو أنا صبغاها بأيودين بتبقى واخدة اللون الأصفر. بتتميز بان ليها بلونت بولز، حوافها ما هياش مدببه ولكنها عريضه، وفي مسافه كبيره ما بين الشل والكونتنت اللي جوه، اللي في الغالب بيبقى فور سيل ستيج او بيبقى في مرحله متقدمه عن كده، فبيبقى اماتيور بس عباره عن مجموعه من الخلايا. عيان الانكلستوما ديودينال اكتر حاجه بيشتكي منها هي انه بينزف من الجي اي تي، فبيبقى عنده انيميا، ولو عملت له التست بتاع الفيكال اوكلت بلاد هلاقيه بوزيتيف. عندي بعد كده البيضة بتاعت الترايكوريس ترايكورا، وهي احد الاجز اللي مشهورة في الاطفال الصغيرين، ممكن نشوفها في عينات للاطفال الصغيرين. بتبقى بيضة باريل شيب، دي شبه البرميل، ليها ثيك شيل وعندها اوبيركولم من ناحية، من كل ناحية من نواحيها، عاملة زي الميوكس كده، فبيتسميها ميوكويد بلاج ات ايتش بول. شكرا لحسن استماعكم.